تحدثنا من قبل عن أكثر ألعاب الملاهي إثارة وغيرها من الأشياء الشيقة، ولكننا اليوم سوف نتحدث عن أكثر 5 حمامات سباحة لن تصدق وجودها على الإطلاق من شدة غرابتها. والآن هيا بنا. حمام سباحة التماسيح. حمام سباحة التماسيح أو قفص الموت كما يطلقون عليه يقع في مدينة داروين الأسترالية، والذي يعد واحدا من أكثر حمامات السباحة تميزا حول العالم، حيث يوجد بهذا الحمام ما يقارب 200 نوع مختلف من التماسيح. ولهذا فإن السباحة في هذا الحوض يعد واحداً من أكثر الأشياء متعة وإثارة على الإطلاق، فبعض التماسيح في هذا الحوض يصل طولها إلى 5 أمتار. لذا إن كنتم من هواة الآثار والمتعة فعليكم تجربة مثل هذا الأمر. حمام سباحة ناطحة السحاب. في وسط مدينة هيوستن تقع إحدى ناطحات السحاب، والتي يوجد بها في الطابق 42 حمام سباحة من الزجاج المضاد للكسر عالق في الهواء. حينما يقوم أي شخص بالسباحة داخله يشعر وكأنه يسبح ويعوم في الهواء، ولكننا ننصحكم إذا ما قمتم بالسباحة في هذا الحوض ألا تنظروا كثيرا إلى الأسفل حتى لا يصيبكم أي نوبة من أنواع التوتر أثناء السباحة. أكثر حمام سباحة عمقا في العالم. نيمو 33 هو حمام سباحة يقع في بلجيكا وتحديدا في بروكسل، وقد حقق هذا الحمام رقما قياسيا في كونه أعمق حمام سباحة في العالم. ومنذ افتتاحه في الأول من مايو عام 2004 فإنه أصبح وجهة الكثير من السباحين والغواصين والسائحين في جميع أنحاء العالم لمعرفة والوصول إلى أعمق نقطة يمكن أن يصل إليها إنسان تحت الماء في العالم، كما أنه أصبح مركزا للغوص وتعلم رياضة الغطس بسهولة وأمان. ويبلغ عمق هذا الحمام حوالي 113 مترا، وفي الحقيقة فإن الغوص إلى تلك النقطة وكل هذه المسافة أمر مذهل يستحق التجربة. فوهة البركان. هل فكر أحدكم يوما ما في السباحة داخل بركان؟ بالطبع لا، ولكن إذا ما فكر أحدكم في هذا الأمر فإنه يمكنه بكل بساطة الذهاب إلى منتجع ميدوي أوتاي، والذي يوجد به أحواض سباحة داخل البركان. توجد بها مياه ساخنة طبيعية، ويمكن للزوار الاستمتاع بكل ما يحلو لهم من سباحة وغطس وتزلج كما لو كانوا على البحر تماما. حمام السباحة الوهمي. هذا الحمام تم تصميمه بواسطة الفنان الأرجنتيني أندرو أورليغ. عند النظر إلى داخل الحمام يمكنكم مشاهدة حمام سباحة طبيعي مليء بالمياه، بداخله أناس يتجولون دون أن تبتل ملابسهم نهائيا. ولكن الحقيقة أن هذا الحمام لا يتعدى عمقه 10 سنتيمترات من المياه. يوجد أسفله لوحين رقيقين من الزجاج الشفاف غير قابل للكسر. أسفل هذا الزجاج توجد غرفة يمكن للزوار دخولها والتجول بها ومشاهدة كل ما يجري أعلى هذا الحمام. وفي الحقيقة لا يمكن لأحد حين رؤية هذا العالم تخيل أنه ليس حمام سباحة حقيقي أو أن عمقه صغير إلى هذا الحد، وكل هذا يرجع إلى التصميم الرائع الذي وضع لهذا الحمام. ويوجد هذا الحمام في اليابان.